مشاهدينا بنتكلم على مختلف المواضيع، والنهارده هنتكلم عن النقابه، نقابه السينمائيين. هنتكلم حقيقه على موضوع مهم جدا كان يمكن تابعناه كتير في الصحافه، وكان موضوع غريب بالنسبه لنا، وهو منح المخرج محمد خان الجنسيه المصريه. اصلا اول ما سمعنا الخبر قلنا هو اصلا محمد خان مش مصري مبدئيا كده، بعد السنين دي كلها احنا لسه بنتكلم في منحه الجنسيه المصريه، وكان في حمله لتأييد هذا الطلب ومشاكل في هذا الطلب، حاجه غريبه جدا. هنعرف اكتر على هذا الموضوع، مش بس كده، احنا هنتكلم عن مواضيع تانية كتير من ضمنها فن المكياج وتاسيس نقابه او شعبه للمكياج. هنتكلم في مواضيع كتيره جدا مع ضيف الحقيقه عزيز على نهارك سعيد، يعني بينورنا كل فتره قريبه مش بعيده، الاستاذ مسعد فودة نقيب السينمائيين. صباح الخير يا فندم. يمكن بدايه عايزين نتكلم فعلا عن مشكله المخرج محمد خان. يا ريت حضرتك نبدا على طول باهم النقاط اللي وصلنا فيها في هذه المشكله. هو ببساطة جدا كان شيء غريب ان المخرج الكبير محمد خان اللي له تاريخ كبير في العمل السينمائي لازال لم يحصل على الجنسية المصرية. هو باكستاني والام مصرية، يعني ده عادي جدا، وناس كتير حصلت على الجنسية من 79 بيجدد الإقامات وموجود ومولود في العباسية. فكان مجلس الإدارة الجلسة اللي فاتت الدكتور محسن أحمد زميلنا العزيز قال والله ده احنا لابد ان احنا نعمل بقى مبادرة تاني وندعم الموقف ان احنا نطالب بان الزميل محمد خان يحصل على الجنسية المصرية، وخاصة بعد ثورة يناير المجيدية الأمور بدأت تتغير تماما. بالفعل خطبنا المجلس العسكري ورئاسة الوزراء والسيد وزير الداخلية خلال الأيام اللي فاتت، وإن شاء الله عندنا أمل إن هيتم الاستجابة السريعة والراجل ياخد حقه، لأن عنده بنت مخرجة نادين خان، ويعني وراجل لما بصراحة ما طلبش، هو من الواجب علينا إن احنا طب هو إيه العقد الموافق حضرتك؟ لا يعني ما تعرف الموقف مش واضح المعالم، علشان كده بقول احنا بنجدد بعد ثوره يناير. الامور اختلفت تماما والتشريعات، وشايفين ناس كتير جدا كان من حقها انها تحصل على الجنسيه، وكان في معوقات ما تعرفيش ايه هي. المفروض دلوقتي ان الاليه بتتغير تماما، ونعم الرجل يعني اخرج العديد من الافلام الهامه، منها زوجه رجل مهم، منها ايام سادت، من افلام كثيره جدا طبعاً طبعاً كان ليها اثر في تشكيل وجدان الوطن وابناء مصر، وفي النهايه ما يحصل له ده. يمكن كان في قبل كده مذكره من جانب بعض الفنانين تم توقيع عليها لتأييد منح المخرج الكبير محمد خان للجنسيه المصريه، مصير المذكره دي ايه برضه؟ بردك كان في مذكره من السيد وزير الثقافه الدكتور عماد ابو غازي يمكن في فتره قريبه. لا زال الامر ما يعني مش واضح. مش واضح. طب ايه يعني مفيش اي رد فعل؟ احنا منتظرين بقى خلال الايام دي تقدمتوا بيها مذكراتنا الداعمه دي نقدر نشوف بقى ايه الموقف، لكن كلنا يعني بنساند ان شاء الله لحد ما يحصل الزميل الاستاذ محمد خان. طب وهو موقفه ايه بقى؟ خالص بره الحكايه. هو عنده زي ما الاستاذ موسى بيقول هو ما طلبش اصلا، بس احنا من واجب علينا ان احنا خالص يعني احنا شايفين ده واجب علينا، يعني ده اقل شيء انك تكرم انسان بقول لحضرتك مولود في العباسيه. صحيح يعني صحيح. طيب هنتابع هذا الموضوع اكيد من خلال نهارك سعيد، بس خلينا نروح لموضوع تاني مهم جدا وهو فن المكياج. ويمكن كان في مشاكل كتيره جدا مش بس على المواد الرديئه اللي بتستخدم اللي يمكن بتصيب الفنانين بمشاكل جلديه وخلافه، لكن كمان دخول وعدم وجود كتير من العاملين بهذه المهنه من المختصين او من الدارسين لهذا الموضوع. اي حد بيخش واي حد بيشتغل مفيش تنظيم لهذه العمليه. اين نقابه السينمائيين من هذا الموضوع، وهل تم تنفيذ او اخذ خطوات فعليه لتقنين هذه المهنه واعطائها حقها؟ شوف حضرتك كان في فتره حصل يعني انفلات، ما فيش سيطره من النقابه لظروف يعني صعبه قبلت البلد وقبلت النقابه، فكان بعض الشركات لجأت الى عناصر غير مؤهله لا على المستوى الفني ولا عندها الخبره المهنيه. ويمكن شفنا بعض الاعمال في رمضان كان ناس كتير جدا اعترضت عليها، حتى الناس المتخصصين والمشاهدين محمد عاشور يمكن مش اهم معنيين صعب قوي. وبالفعل لما اتشافت الاعمال كان فيها اخطاء كثيره. احنا خاطبنا كل الجهات
ان وخاصه في شعبتين مهمين قوي لابد ان يكون فيهم متخصص، شعبه التصوير وشعبه المكياج. مش اي حد يشتغل فيهم، لان الاثنين محفوفين بالمخاطر، لابد ان يكون عنده دارس وعنده خبره مهنيه. طبعا فخطبنا الجهات دي، وكان اقترح الزميل محمد عشوب وشعبه المكياج بالنقابه ان احنا نعمل مدرسه لتعليم فنون المكياج، نستعين بها بالخبراء من الخارج ومن الداخل، ونبدا نفتح من خلال النقابة زي معهد تدريبي لأصول وفنون المكياج. وبالفعل خلال أيام إن شاء الله مجلس الإدارة هيوافق ويبدأ الناس تتقدم. وخاصة أنا قابلت حالات من اللي هي كانت عندها بعض الأخطاء واعترفت أنها فعلا يعني ارتكبت أخطاء في بس الأخطاء دي راجعة لإيه؟ للجهل ولا المواد المستخدمة ولا أن هم أصلا مش دارسين؟ لا، في جزئية خاصة بأنه مش دارس وليس لديه خبرة، وجزئية خاصة بالماتيريال. ومن الممكن يكون جايب ماتيريال كويس جدا، لكن في تصنيعه بقى وفي خلقه للشخصيات ما قدرش، لأنه ما عندوش الخبرة المهنية ولا العلمية للعمل. طيب خلينا كمان نتكلم عن طلب رفع قيمة التأمينات الاجتماعية، وكمان الاهتمام بعمل صندوق اجتماعي. ده كان طلب برضو من السينمائيين. لا، هي انت عارف حضرتك احنا دلوقتي بنمر بظروف صعبه، يمكن قل قوي حجم الاعمال نظرا للظروف، سواء كانت الدراميه او السينمائيه. فبدانا نفكر في ان احنا نعمل صندوق للتكافل، كل عضو في النقابة يدفع اشتراك بسيط، ونعمل له مجلس إدارة منفصل عن مجلس إدارة النقابة، ويبدأ يدعم الزملاء زي ما بنقول في السراء والضراء، سواء في الكوارث أو اللي عنده بطالة أو اللي محتاج دعم في الجانب الصحي. وده فعلا بدأنا وبقوة ان احنا ندعو ليه، وبندعو زملائنا ده، لانه التكافل ده حتى موجود في الإسلام بشكل مهم جدا، ان احنا لابد ان نكفل بعضنا، والاغنياء يعني الى حد ما في الفترة الحالية نبدا نتعاون علشان خاطر برضك الظروف الحرجة اللي بتقابل البلد نبقى كلنا متعاونين فيها. اكيد، بس في ملفات كتير جدا كانت يمكن حضرتك دخلت في قصص وصراعات اصلا على موضوع اساسا انك تحصل على هذا المنصب في الاساس، وكان من ضمن الملفات اللي كانت مفتوحة المهمة جدا حاجتين الحقيقة: الرعاية الصحية للعاملين بالنقابة او المقيدين بالنقابة، وايضا وده الاهم الاعاله، ان ناس كتير جدا بيبقوا بيكبروا ما بيشتغلوش. وده يمكن الاشهر حادثه في هذا الموضوع هي حادثه الفنانه الراحله الكبيره فاطمه رشدي، اللي يمكن وفرت لها النقابه شقه قبل ما تموت بيومين. فالحقيقه هذا الموضوع مهم جدا، اعانه واعاله الفنانين الكبار اللي على المعاش، سواء صحيا او سواء معاشيا، لان هو ما بيشتغلوش وده مصدر رزقهم الوحيد. وكمان فرصه او اعاده التوزيع، يبقى كلهم ليهم فرص متكافئه، يعني في فنانين كتير جدا كويسين بس ما بيشتغلوش، لان في ادوار بتروح للفنانين هم بيعملوا عمل وعملين وعشرة بغض النظر عن نجوميتهم، حتى الادوار الثانيه والثالثه. شوف ماشي، دخلت كذا موضوع بس يعني في نقابه الرعايه الصحيه اول حاجه، المهن السينمائي، عايز اقول لحضرتك ان الرعايه الصحيه تكلف النقابه سنويا ما لا يقل عن 2.5 مليون جنيه. ليه؟ فاحنا بنقول صحه الزملاء والجانب الصحي هو خط احمر ما نقدرش يعني ناثر فيه، ان احنا ندعمه بقدر الامكان. يمكن ما بنطلبش من الدوله اي اعاله او اعانه، ولكن بنستطيع من خلال يعني مجهوداتنا في الرسم النسبي ومتحصلاته ان احنا نقدم الخدمه الصحيه للزملاء بشكل متميز وبشكل يحترم ادميتهم. ده احنا حريصين عليه. يمكن حصل خطوات في هذا الموضوع، خطوات كبيره جدا، انه فتحنا سقف العلاج، تعاوننا مع مستشفيات كبيره جدا في 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 كل انحاء الجمهوريه، حتى بالنسبه كمان للزملاء اللي في القنوات الاقليميه بنتعاقد مع معامل وصيدليات واساتذه ومستشفيات علشان نقدر نقدم الخدمه الصحيه. بصراحة مجلس الإدارة الجديد لا يألو جهدا في أنه يساعد كل الزملاء في الجانب الصحي ده، لأنه مهم قوي. طيب الجانب الآخر بتاع الإعالة، فإحنا بنقدر في حدود نقدم إعالة للزملاء اللي بيقولوا قدام السينمائيين إحنا يعني وراهم، وما بننتظرش أنه حد يطلب المساعدة،
وبجد زملائي في المجلس متفاهمين جدا جدا، وبيبداوا يتصلوا بكل الناس على الاقل في اداره او في مكان معين يا فندم مختص، او في شخص معني ما وروش حاجه في الدنيا غير ان هو يعمل كده. عندنا ده لجنه اسمها لجنه الاعانات، ودي فيها اداره كمان للمعاشات، ويمكن بتدرس دلوقتي اللجنه ازاي نقدر نرفع المعاش ان شاء الله في الايام اللي جايه. طيب يمكن كمان اكيد مش معقول حضرتك تكون موجود معانا وما نتكلمش عن احوال السينما المصريه بعد الثوره، وحضرتك من وجهه نظرك شايف المستقبل السينمائي لمصر في خلال المرحله الجايه هيكون عامل ازاي؟ يعني المرحله السابقه الفتره الماضيه دي كان في شبه توقف، يعني يمكن كانت اعمال بسيطه جدا، وده حضرتك بتبص عليه كمان في الافلام العيد اللي ان شاء الله عيد الاضحى هتلاقيها قليله قوي، لان الظروف والمناخ والمفاهيم بتتغير. لكن عندنا امل وطموح ان خلال المرحله اللي جايه بدات كيانات تظهر، كيانات اللي كانت بتختفي ونظرا للاحتكار وغيره وغيره، بدأت كائنات صغيرة تجمع وبدأ شباب واعد بيشتغل، ويمكن عندنا شباب راح مسلنا في مهرجانات ودعمته النقابة. صحيح، أسماء في المخرج عامل سلامة طبعا بالضبط، وفي زملاء أحمد صلاح ورمضان صلاح مسلونا في كذا مهرجان. صحيح. وفازوا بجواز، وإحنا كمان في المنطقة دي بالذات بيهمنا قوي إن إحنا نقدم الدعم. يمكن جاينا تجربة لفيلم الثورة عامله المخرج إبراهيم البطوط. أيوه. بنقدم له كل الدعم وكل التجارب، بدأنا دلوقتي نشجع حتى التجارب البسيطة علشان الناس تبدأ ما تخافش، وتبدأ يعني ما تخافش من انه هناك صعوبات في التصوير، صعوبات في الرسوم. يعني النقابه فعلا هتكون لها دور في دعم يعني اي مخرجين الشباب الصاعدين، هتدعمهم هتكون في ظهرهم. مش بس المخرجين، في كل شو، حتى كتاب السيناريو يهمنا قوي انه يظهر كتاب جدد، وندعمهم كويس قوي في الرقابه ده دورنا وفي ترخيصهم. بالظبط. طيب انت